تليفونك في ايدك واونلاين خليك. هاي بيان. هاي كميل. نحن رح نبلش بحلقة. يس. بس رح اسألك سؤال، هول بشوفهم بوكسات بوكس بالطريق. هول المستوعبات اسمهم كلوز فور بنين بنز، بنقدر نسقط كل التياب اللي نحن مش محتاجين لإلهم، بنحطهم بقلبهم، ومن خلالهم هول بنقدر نلبس عائلة محتاجة أو بنقدر نعمل لهم ريسايكلينج، يعني حتى التياب اللي ما بدكم إياهم فيكن تحطوهم بقلبهم وفينا نعمل لهم ريسايكلينج أو إعادة تدوير، ونرجع من خلال إعادة التدوير فينا نرجع نوزعهم على كل البروجرامات اللي نحن مختصين فيهم، يلي هن 8 برامج يلي حكينا فيهم من قبل. بس طلعت الفكرة، تابعوني هذه الحلقة اسمها شلاحة ترتاح، تابعوني. يلا بسيطة، ضاعت ولقيناها، الفنان إيهاب نغام، بدنا نعمل إعلان كلوز فور بنين. كل الفنانين عم ندعمها. هيدي مجهود خاص. على طول ما بيفوتك شيء من الواجب حبيب قلبي، يعني مهم. قطعة منك بتدفع قلب والشعر مزبوط، بدي منك. نعم. ترندح لك ترندرن. نعم. معكم الفنان إيهاب نغام. نعم. تشتح الجاكيت بتحطها، نحن لبعض، نحن حد بعض، وعند تياب بعد. ماشي ماشي، يلا جاهز. شو في خيم؟ نحن بس جاهزين، بس شوي شوي لانه انا من العشرة ناطر. خيم ما بتصير، هو تأخر وعشق تسير، شو بنعمل يعني؟ ايه بس في فريق عمل ناطر. هلا بدك تتلق؟ بدك تتلق من تتلق من يعني، بس على التصوير بدي خلص قبلك. صدقني شو؟ خلص قبلك صدقني. هلا بعد الشغل بحكي أنا وياك على كل حالة. هلا هلا شو ما بدي هلقتي ولا عبكرة هيك هلقني؟ نرجع منك. هادي آخر مرة بالشغل أنا وياك على كل حال، فهمت شو؟ فارس ابني هيدا. ايه بس لأنه في فريق ناطر مش أنه لحالي. بده ينطر، بده ينطر، أنا عم بشتغل، ما بقطع حالك أنا. بدي هالقد يا حبيب قلبي. لا يا كميل يا عيوني، لا يا ما بدي هالقد يا خلص يلا ماشي ده خلص بعدين نحكي بعدين نحكي. ما بتحرز يا خيي ما بتحرز. نحن لبعض بنضل لحد بعض. خد تيابي في عندي بعد بتواجبه رول. بتعرفوا بهالظروف الصعبه نحن ارتقينا الفنانين انه نجتمع كلنا مع بعضنا وتحت شعار نساعد كل الجمعيات. حبينا انه تكون هيك مساهمه صغيره للجمعيه، بس بما انه ما في شيء محضر انا مبادرة مني شخصياً. هلأ نحن لبعض. دقولي هلأ انه ما بقى معنا كتير وقت لانه شفت لانه هلأ عم نشتغل. انا شغلة اهم يا خيي يا حبيبة قلبي، وانا شو لانه تأخر. انا شغلة هلأ خيي نحن جايين. عم بقلك انه ما بقى معي وقت لانه تأخرنا قبل لانه وصلنا يا خيي. ما بدها هالقد يا كميل، والله ما بدها هالقد. يا ما حدا يتدخل بشغلي بهالظروف الصعبة ونساعد، وارتقينا انه بايدنا وبايد خيي كميل والايادي البيضاء نوقف حد الجمعيات. وبما انه ما انا ما جايب معي شيء وشغلي صارت فجأة نحن لبعض. برافو. ورح منضل بعض. راح منضل بعض. وحياتكم بعد في كتير بعد. وهيدي معهم كمان. معكم نص ساعة ماكسيموم. والله انا ما بعرف اصور. خلص فانكش فانكش شباب. خلص فانكش يا كمين. خلص خلص شو خلص يا خيي؟ انا الفريق كله بفهم. شوف فين خيي؟ شو خيي من على بكره قلب بستفل منك. لا لو اعطيني تيابي خليني تيابي. لا لا بعدين تيابك. هلا شو روح شوي كمان. شو بفتكرني حالك مزار صرعت لنا راسنا يا زلمه. يا كمين ما بصير. خلص يا خيي يا مول. انا خلص تصوير. انا ما عندي. طيب اعطيني تيابي خيي. تعال 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 اعطيني تيابي خيي. خيي اعطيني تيابي بدي البس. وين هو غازي وين؟ على الوحده بيجي خيي. انا من عبكره عم بتشيل انا وياه. عم تسمع شو؟ عصبني ما بقدر بشتغل هيك. انت خيو حبيبي. خيي عصبك من عيدها. حلوا مشاكلكم من عيدها. هلا انا حكيت معه. هلا الساعه 11 على الوحده جاي. ولا معيدها. خيي صحوا لي البوكس، اعطوني تيابي ويا شر ما فاتت خلص. لا 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 خلص رح نعطيك اياهم. تعت كمين ما بدي. اعطيني تيابي بدي فل خيي. ما بدي صور. ما بدي خلص. وقف خيي شو بعمل لك؟ اعطوني تيابي خيي. ما بدي شو انا ده هو خيي. اعطوني تيابي ليك ما انا منظر للطريق عنده. شو هالبهدله هاي؟ روح شوي انت له خيي.
اختك روز طلعتنا له. تعال يا معلم اعطيني ثاني بدي فل على الوحده. جاي يا زلمه خلص شو وحده ما وحده يا خيي. روح العب اختك له. شو بك مفتكر حالك يا شباب؟ ما بيصير هيك. الله يعطيكم العافيه شباب. شو اعطيكم العافيه؟ فك خيي. خلص فك انا ما بدي مشكله يا شباب يا عيوني. التصوير لو شو بكم هلا. شو زعجني؟ بدي ثياب اشتركني على الطريق هيك. هي الجمعية بتعطي ثياب. انزل على الجمعية. طيب انا ما بعرف جمعية بعرفك لك يا خيي. يا عال هلا مش من شو اسمه الصار تبع البوكس؟ ما في لا بوكس لا شيء. انا قلت له قال لي نص ساعة. لك تمين ما تخليني كثير كورونا. ما تخليني يا خلص هلا بدق له بيجي. يلا بدق له. ما بدق له يا خيي. خلص يا خيي انت وين يا شباب؟ يا خيي وين مشكلة؟ انت يا ادم شو يعطيك العافيه ما يعطيك العافيه خيي. هيك شو هذا اللي معقوله على الطريق هيك تركيني ايه؟ اعطوني ثيابي خيي بعدين حلوا مشاكل. شو اللي زعجك يا خيي؟ شو زعجني؟ بدي ثيابي. شو قلت لي شو زعجني؟ خلص بعدين الله خلص رايله انت وله رح تشبك. حاب حاب قدنا فيك غنام واحلام ونحن من وعيك. تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره ضرب وطالع فيه. بنين أسست بال 2013 مختصة ب 8 برامج: كفالة يتيم، كفالة مريض، مساعدات مادية، مساعدات غذائية، ترميم، تأهيل. Save a Life Program اللي منسفر المريض بيكون حالة كتير مستعصية، وكمان سكولينج لأطفال ما فين يفوتوا على المدارس الرسمية. Close for Benin هو كناية عن مستوعبات محطوطين بكل مناطق لبنانية. تقريباً في 600 مستوعب هلأ. أي حدا في يتبرع بتيابهم المستعملة، كل التياب اللي بيجوا على Close for Benin كمان بنقدر نعملهم إعادة تدوير، ومن البروسيز اللي بيجوا من الريسايكلينج بنقدر نحن نرجع نحطهم بكل هالبروغرامات. هذا المشروع كتير بيفيد البلديات لأنه كل نفايات الصلبة عم بيقدروا يتخلصوا منهم بالريسايكلينج اللي نحن عم نعملهم من خلال هذا البروجيكت.